بحضور سعادة وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد، شهدت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار افتتاح قاعتين للفنون والأثار في مبنى المسافرين الجديد بمطار البحرين الدولي، كمبادرة استثنائية أشرفت على تنفيذها هيئة البحرين للثقافة والأثار بدعم من وزارة المواصلات والاتصالات وشركة مطار البحرين، والتي تهدف إلى إطلاع المسافرين على تاريخ وثقافة أرض مملكة البحرين وما يتمتع به سكانها من مهارات فنية متميزة وفريدة. مبادرة استثنائية هي الأولى من نوعها يتم توظيفها في مطار دولي على مستوى العالم. المسافرون من خلال بوابة البحرين سيكونون على موعد مع تجربة سفر مميزة تتيح لهم التعرف على ما تمتلكه أرض الخلود من إرث حضاري عريق يستحق اكتشافه، عبر منجزين ثقافيين سيفتحان أبوابهما أمام الجمهور من المسافرين والزوار. قاعتان للفنون والآثار في مبنى المسافرين الجديد بمطار البحرين الدولي وتحديدا في منطقة المغادرين، تجيئان كخطوة تهدف إلى إبراز التراث البحريني إضافة إلى تعزيز تجربة المسافر عبر مطار البحرين الدولي الذي يعد الواجهة الأساسية للمملكة اليوم أمام العالم، إلى جانب صناعة رابط حضاري ما بين زوار المملكة والمجتمع المحلي بشكل يتجاوز حدود تجربة السفر إلى التجربة الإنسانية والتاريخية وفي إطار أوسع من الثقافة والمعرفة في الوقت ذاته. وهذا عمل مشترك وتعاون مشترك بين جهات حكومية، هيئة البحرين للثقافة والآثار وأيضا وزارة المواصلات والاتصالات وشركة مطار البحرين. كان هدفنا أن احنا نجيب بعض معالم البحرين من آثار وفنون أيضا جميلة أن نعرضها في مطار البحرين، بحيث أن نثري تجربة المسافر سواء كان بحريني أو غير بحريني يتعرف على تاريخ البحرين وآثارنا وثقافتنا وأيضا بعض الفنون الجميلة التشكيلية الجميلة اللي يقدمها فناني البحرين. معرضان يضمان مجموعة متكاملة من الأعمال الفنية والمقتنيات الأثرية وفق أفضل تقنيات العرض المتحفي لتقديم هوية وثقافة البحرين بشكل تفاعلي أمام العابرين ذهابا وإيابا من وإلى البحرين. ففي قاعة الآثار تقدم هيئة البحرين للثقافة والآثار مقتنيات تعود إلى 6000 عام من تاريخ الاستيطان البشري في مملكة البحرين، وأما قاعة الفنون فجاء قيامها مستندا على إظهار التنوع والحيوية التي يتمتع بها الحراك الفني التشكيلي في المملكة وإبداعات مختلف الفنانين البحرينيين. اليوم نسعد بافتتاح قاعتين، قاعة الآثار وقاعة الفنون، في هذا الصرح الجميل مطار البحرين الدولي الذي يزهو بهذا البناء الشامخ الجميل الذي يكون يستقبل الزوار أول ما يصلون بآثار البحرين بفنونها بكل ما يميزها. ألف شكر مجددا لسعادة وزير المواصلات المهندس كمال بن أحمد على إتاحة هذه الفرصة للثقافة لكي تكون المحطة الأولى التي يتعرف عليها الزائر حين يصل إلى مطار البحرين، يتعرف على آثارها، عمق حضارتها، مقتنيات الفنانين. وبالمناسبة أعتقد هي المرة الأولى التي يحوي فيها مطارا دوليا قطعا أصلية من مقتنيات متحف، سواء العروض الفنية المقتنيات من اللوحات أو من القطع الأثرية. تعاون وثيق كان قد جمع هيئة البحرين للثقافة والآثار مع وزارة المواصلات والاتصالات أثمر بالخروج بهذه المبادرة العميقة برسائلها الثقافية، ناهيك عن دورها في تبيان غنى الحضارات التي ازدهرت على أرض المملكة وأصالة ثقافتها المحلية والمهارات المتميزة التي تمتع بها سكان البحرين. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.